الزول في اليوم أي مثلنا تسمتين الزول ولا نزول الزول ولا نزول أذكى فسخا لو 12 décembre 2022 كي كوانسيد avec l'élection, le troisième anniversaire de l'élection du président de la République. Un président qui n'a pas été élu par le peuple algérien. Vous êtes élu, vous êtes élu. يغال السلواي سون ليجيتيميتي يغال ان اندي اوكيبون القصر المرادية ام انت ام اذا كي يتعلم دينا المرادية تعلمم ام كيف ذرا لافير اتبالو دوز إمي قلا البوت صبحني يروح السلوايا دي بوتي في مانيس يروح تربعتيس يروح زويزات في بلاسينغ المرادية زعما في الشفافية ولكن قبل الفوطاكي قبل الدوز اسمي فلا الحملة الانتخابية لا كومباني الكتورالي خدمت تبون ابيك ان دوسي ترافيكي ان دوسي ميديكال ترافيكي ام كي قعدة ام كلو كونساي كونستيتيسيونيل يقبل الدوسينس ابيك اللاجيك سعاي مرني نروح نكوني نكس بوتفليقة باش اغدياس لا فوتوكوبينس يعني تبون يرومبلاسي بوتفليقة دون مانيير انديريكت اما كن نكشم قلموندا تيس خمسة بار ريفيرونس اسا اشحال يترشحن تبون خمسة باش تعلم بلي سيتي لا كونتينيتي دو لا بيريود دو بوتفليقة مي دو نوتر مانيير والله راه خدمة يوز لا فيديو منيغ دزكت بلي اسلوايا كي يخدم الفوط بلا وكذوذ بلا كذوذ يعني انتخابات بدون شعب ام كي قارن استعراض سامحتي لا كومباني الكتوراني اشحال يزلني ذمني جزائريين اشحال يبين غير الحبس قبل الالكسيون شهر يدرى خسار لكني تبون امي في كنس ريزورد كان شكون ابل لا لين اردي دو فلاس اي با يروح لي سيليكسيون باش ادي يغال اسلوي فوق الراي النغ اي لي في تيمو اي مي اكني دنير يكشم غليورن يفوطا إمي قفا يخدم إن كونفيرونس كان شطوح قرا كونفيرونس هادي داش يدينا يناد بلي نتا يكسع الأغلبية يطارش قسمنا في القبايل انديريكتومون
زعما نكني القبائل الأقلية ونفوت على في الناس فمن هذ القبائل ونروح على تفوتي في الناس قلا فيديو هادي إلا قد فهمم هادي الجزائريين هي القبائل كيف تعدى غير على ديفيرونس كارثة أي غير هدرا في القبائل أظن كي سوا كابيلي سوا الجيران مي ليستوار دو لا كابيلي كونتر زابو سن ساكو الجزائريين سي بور سان كي هدرا دايما ثمرات القبائل باش تفهمم بلي أذابو يدي مازال استمر القبائل ويسري سارة يفاسني سوف الليس أرثورة مازال ولكن قلا فيديو يجي يصوب يرنا يمناسي ثمنات القبائل يمناسي ويجاك يوغين هذا روحان هذا الفوتين يرنا يهدر خرا لي بي بي سي لي بريزيدون دا بي سي يقدام دوكزو في مارني في مرات القبائل وبغينا راه نروح نغلبوك يساور كلا فيديو هاكي في راك زرم اللباس الرسمي يعني لا توني اوفيسيال منو اكسلوسون لا توني اوفيسيال سي دي ريسبونسابل ايلو لي بريزيدون دا بي سي ou les présidents d'appui ou qui votent en place localement avec vous à Kabylie. Il y en a, il y a un vœu, que la vidéo a dit, Billy, le Kabylie nous aura à voter, il n'a pas de s'arrêter. Wallah, il خلصوها غالية. يعني دي بروبو باراي سيتي ديريكتومون اون مناس فيربال اون ابل سا لو تيروريزم فيربال لو 12 ديسمبر 2019 ديك مناسين لا كابيلي اي بان سي جلان زفير تمرغيف فام نظر قبيل ا بارتير دو سيت فيديو سيت فيديو ايت اون بياس comme preuve contre Tibboune qui a menacé la région qui n'a pas voulu voter pour lui. Cela a conduit à Zeram, mené à la vidéo et a dit, parce que tu auras, il y en a d'un, la vidéo et a dit, belli, oui, on va la voter, oui, exterminant. La violence, celui-là qui sent le costume officiel. Rouhan Menhan, et Jazarin, parce que tu as voté dans le vote. Il y en a une aide, la vidéo a dit, il y en a une ergazen, à ce niveau, il y a dit, il y a une pour la police et la gendarmerie. Tidit, أقلا نزرا دشيك ذران نساني أفون إي أبريل لو فوت كسمنات القبايل أثنى الزرم مقيت مسقاش يعني أنا هضر شغل هادي أكون جرا الزرم لا فيديو هادي أون تو ترانسبارونس أسلوث مليح الذين أوصلونا إلى هذه الأغام اليوم لتنطف في الجزائر من العصابات وتنطف في الجزائر من المنتصر وندخلوا من بورة واسعة من الجمهورية الجزائرية الجديدة إن شاء الله لا يظلم فيها أحد ولا تشترى فيها ذمة ولا يدخلها المال الفاسد جزائر جزائريات والجزائريين وحدهم لا تملى علينا من الخارج أو من الداخل أي إملاءات جزائر للجزائريين والجزائريات جزاءات كرة توجهها إلى الشعب في هذا اليوم أنا قلت كثير من المسؤولين أن من يريد أن يقاطع له ذلك ولكن لا للعنف ما نفرضوش المقاطعة على الناس اللي باغيين يصوتوا
اللي حاب يصوتوا هما الاغلبيه يمشي يصوت. ما نديروش كما داروا لنا داروا لولادنا ونساو لخوتنا وخواتاتنا في فرنسا. في فرنسا اخص بالذكر فرنسا لان المؤامره مؤامره كبيره. وقت بيجار وقت اوساغاس وقت بابو انتهى. خلوا الجزائريين يصوتوا. الجزائريين يحبوا بلادهم. وكل من مسهم وفيه صور فيه صور تاع ناس لابسين اللباس الرسمي وتصدقوا الجزائريين والجزائريات يخلصوها غاليه يخلصوها غاليه. فوالا هذوك الرجال واقفين معاهم. شكون معاهم؟ فوالا ابا غرام سلام تبون ايديفوني ان تيرورست ا بارتي دو سيت فيديو كي مناس كي ا مناسي لا كابيلي ان اوتيليزون لي سيرفيس دو سيكوريتي كونتر لو بوبل كابيل الى في ان كوريلاسيون دون سيت فيديو انتر لا كابيلي اي la France coloniale. Yani pour ceux qui veulent faire une analyse dialectique entre ce qu'il a dit et la Kabylie. Voilà, je crois que le 12 décembre 2019, je vous rappelle qu'un certain spécialiste au droit constitutionnel qui s'appelle Reda Dorbar, qu'est-ce qu'il a dit? Saharaf, de la page Facebook, Zemrem, Etskshmam Azram de Chidina, Akundina de Chidina. Il n'a pas, عندما يأتي أول نوفمبر, ليدنسه الثاني عشر من ديسمبر يعني استقلاليه كل سقوش نسيتي برومي نوفمبر اثان الكونغري العرب علنت برومي نوفمبر الفوت في الدستور قعد 2020 علنت برومي نوفمبر راهم كيخدمن الشهداء يزمن الشهداء ويجي يقلان زفير لاليونس سون كونديسيون افيك لا فرانس كولونيال اثنى الزرام اسمي ديوسا ماكرون الزرام ممكن ماكرون يجي نجمع في تبون اون ايجيبت ممكن في سوزن اثنى الزرام يمي ديوسا غورنا لموات جوية موات دوت ممكن يغمز يعني زرام داغن 5 جويي يشقعات ماكرون بنجامان ستورا في سميث وزيني ان بينوار 5 جويي بياز صبرات اسم خير في الناس يعني من هو يقول لنا في الحزب فرنسا لك بيليني عز واقي اسلوايا قي يحسب يمانيس نتسادي سلواي élu démocratiquement par le peuple يرنا يقارض بلي نكون يد الأغلبية يعني لي سبيساليست pour l'analyse des discours عشان الزرام هم كي قهدر البريزيدون كلافي دوياكي أما كان الفيلم الرسالة يدي بوي يرنا يهدر في العصابة ألو نتا يتسو بلي لا ذو العصابة ثم زواروث من بوتفليقة ذميس من بوتفليقة يهدر في المال الفاسد نارجون سال من يسي دور ثورة مثلا الراو كان الراو القايد صالح ثورة اشحال يكرن اي مليار يخش بيذن اذ كان عهد القايد صالح باللي يسيرون انتو شابه ولكن هذه روح هذه توشيني زواليا Et bien, c'est directement pour nous, le 12 décembre 2019, c'est une calamité. C'est une calamité pour l'Algérie. On a perdu beaucoup de temps avec ce bonhomme.
Et moi, je ne lui souhaite pas qu'il reste encore à la tête de la présidence. Parce que c'est un président qui a failli à beaucoup de choses. C'est un président raciste. C'est un anti-Kabyle notoire. Et tous les ingrédients sont là. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. J'ai tout donné auparavant dans quelques vidéos. Et je vous dis au revoir, Azul ou Al-Nazul. Demain, ça sera l'anniversaire, le troisième anniversaire de l'élection de Tebboune, sans peuple, sans votant. Le peuple n'a pas voté pour Tebboune. Le 12 décembre 2019, à chaque fois, 15 millions d'Algériens étaient dehors, qui ont porté le slogan, le fameux slogan Tebboune Mzaouar. جابوه العسكر تبون مزور جابوه العسكر اي بان سي سا لا فيريتي. جو فو دي او روفوار اي ا لا بروشين فيديو ان شاء الله.